جسي محمد أمين المفضلي كان نشاغل في جميع المواضيع اللي عندها علاقة بالأمن المعلوماتي والجريمة المعلوماتية. كنشكر رئيسة الجمعية ابني ورئيس لوزيم اللي عطاني الفرصة باش نحاول نشارككم الخبرة ديالي اللي كانت بالنسبة ل 15 العام و 17 العام ديال في هذا الدومين ديال سيكوريتي انفورماتيك سيكوريتي سيستم دانفورماسيون لا سيبر كريمناليتي و صح. غادي نحاول نهضر بالدارجة باش تكون الكومونيكاسيون تكون تواصل باسكو لوبجيكتيف ديال هاد الصباح هو خص الناس يعرفوا بعض المعلومات باش يحاولوا ياخذوا جميع جميع الالتزامات والحذر باش يحاولوا يستعملوا انترنت بصفه امنيه. ولكن قبل ما نهضر على الجريمه الالكترونيه ولا سيكوريتي انفورماتيك ولا الجريمه الرقميه نحاول نهضر على قبل ما يكون هذا المجال ديال لا ديجيتاليزاسيون نهضر على داكشي اللي كان كيوقع شحال هادي قبل ما تكون الانفورماتيك. حيت الجريمه العاديه راه عندها تقريبا جميع الخصوصات ديالها راه كاينه في الجريمه الالكترونيه. ملي كنكونوا حتى انا كنت تلميذ كنقرا في ليسي في كوليج كنكون في واحد المجال اللي عندي ناس ما كنعرفهمش ولكن كنعرفهم في المجال ديالي في البريمتر ديالي. كاينين الناس اللي كيبغوا لي الخير اللي كنتواصل معاهم كيعطوني دروس كنعطيهم دروس كنشاركهم بعد كنهضروا على بعض المواضيع الرياضيه الدينيه العلميه وبزاف الحوايج. ولكن كاين ناس وحدين اخرين ما كنعرفوهمش كيشوفوني دونك هذوك الناس كيكونوا سون دي جون اللي كيقولوا مالفيون يعني يقدروا يبغوا ليا الناس اللي كيبغوا ليا الخير وكاين الناس اللي يبغوا ليا الشر. وهذوك الناس يعني اما كيشوفوا عندي شي حاجه ديالي بغاو ياخذوها من عندي ولا كيحاولوا يستعملوني كاداه باش يوصلوا واحد ان انا عندي علاقه وصيله بها بصفه سهله. يعني هذاك السيد ملي كيجي عندي يقدر يشوف عندي شي حاجه يقدر يسرقها مني يقدر خصو يسولني على شنو عندي شكون صاحبي مع من كنمشي شنو عنده شنو كيدير فين ساكن فين هادي. دونك باش كيوصل بزاف ديال الحوايج بزاف ديال المعلومات اللي كنقدر نعطيهم ليه باش هو كيمشي لعند هذاك السيد باش يقدر يسرقو ولا يدير ليه عمليه ابتزاز ولا يقدر يدير ليه بزاف ديال الحوايج. هذا الشيء اللي كيوقع في 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 في, في الحقيقه يعني في لو موند في لو موند ريل راه بحال في لو موند فيرتوييل. دونك قبل ما على هاد لا بارتي ديال لو موند فيرتوييل نعطيكم نشخص لكم انترنت كيفاش كتخدم دون مانيير كي زعما تري سامبل. انترنت هما كاينين دي زورديناتور بارتو دون لو موند. كاين واحد لورديناتور سميتو فيسبوك كاين واحد لورديناتور سميتو انستغرام كاين واحد لورديناتور سميتو واتساب كاين واحد لورديناتور سميتو سناب شات كاين واحد لورديناتور سميتو يوتيوب. هادوك لي زورديناتور اللي كاينين في العالم يمكن لينا نتواصلوا معاهم وندخلوا ليهم من لورديناتور ديالنا. الا بغيت فيسبوك كندخل هذاك الفيسبوك كندير الكونت ديالي كنشوف بزاف ديال الحوايج. يعني هادوك لي زورديناتور كيكونوا اكسيسيبل بار تو الموند يعني كلشي يقدر يدخل ليهم. الناس المزيانين كيدخلوا ليهم والناس اللي ما مزيانينش كيدخلوا ليهم. دونك يعني المجال ديال اللي كان هذاك الخطر اللي كان عندي غير حدايا في هذوك البريمات قبل ما يكون لورديناتور ولانفورماتيك توسا دابا كاينين شي ناس في العالم كامل ما نقدروش نحاولوا نحددوهم شحال ما نقدروش نعرفوا شحال عندنا من الناس اللي ما مزيانينش وشحال من الناس اللي باغيين لي الخير واللي ما مزيانينش. يعني غير باش نفسر لكم يعني ما خصكمش الشخص انترنت يعني كلشي تخلع من انترنت يعني انترنت راه فيها حوايج مزيانين نقدروا ناخذوا منها دروس
ناخذوا منها نتعاملوا مع الناس اللي عندهم كفاءات اللي يقدروا يساعدونا باش تقريبا الا بغينا نوجدوا شي امتحان ولا شي حاجه. ولكن خصنا نحضيو من شي ناس اخرين بان ما كنعرفوهمش عالم اخر ويقدروا يتواصلوا معنا اترافير هذاك لو سيرفر اللي سميتو فيسبوك ويقدروا يخلقوا لنا مشاكل اللي هما اللي كنسميوهم دي سيبر كريمينيل. دونك هاد لي سيبر كريمينيل شنو هو الغرض ديالهم؟ علاش كاينه لا سيبر كريمناليتي؟ كاين بزاف ديال الاغراض. كاين لي سيبر كريمينال كيكون سواء كيكون عندهم غرض دولي زعزعه امن البلاد. علاش؟ مثلا يقدر يصيفط لك واحد لانفورماسيون زعما شي خاطئه على البلاد ديالك ويحاول يضغط عليك باش نتوما تقدروا تصيفطوها في الواتساب، تصيفطوها في الفيسبوك، تصيفطوها في سناب شات، تصيفطوها في انستغرام. وديك الساعه باش الناس اوليو ما يكون واحد اللي كيعرفها كيعرفوها ويقدر تقدر زعما تقدر تخلق مشكل في مشكل سياسي. ولا تقدر حاجه اخرى بان انا قبل لو دوزيام كا هو نقدر انا نشوفك انت بانك نعرفك بانك تتواصل مع اصدقاء ديالك ولا شي حاجه، ولكن الغرض ديالي ماشي هو بان انا نجي يعني نجبد لك المشاكل، غير انا كنحاول نجي عندك باسكو انت بوتيتر كو نتوما كيفاش تحاولوا تحافظوا على باش كيجي عندك هو كيجي كيحاول يسولك على بعض المعلومات الشخصيه ديال دوطخ بيرسون اللي باش من بعد كي هو كيمشي اكسيدي ليهم ويمشي ليهم فاسينمون. ولا ثالث حاجه يقدر كيجي عندك لان عارف شنو هما نقط الضعف ديالك كيحاول يستخلصهم كيحاول ياخذهم باش من بعد يقدر معاك يدير معاك الابتزاز يدير معاك الشونطاج. يعني يقدر يخدم عندك شي فوتو ماشي هي هذيك ولا شي حاجه ولا كيهضر معاك يقول لك ولا كيشوف شي ميساج خرج من عندك اللي ماشي هو هذاك. من بعد كيقول لك واشتي لا ما عطيتينيش هاد الفلوس ولا ما عطيتينيش هادي ولا ما عطيتينيش ولا ما درتيش هاد الحاجه راه نقدر هذيك لا فوتو ولا هذاك لو ليان ولا هذاك الحوايج الاخرين نقدر نصيفطها ويقدروا يشوفوها الاصدقاء ديالك ولا يقدروا يشوفوها بزاف ديال الحوايج. دونك كاين بزاف ديال الانواع ديال هاد لي سيبر كريمينال كل واحد عنده غرض ديالو. يعني سواء غرض على النطاق زعما الدولي يعني يقدر باش يحاول ياثر فيك باش تحاول نتوما حنا كناخذوا هذيك لا فيديو هذيك لا فوتو وحنا كنعاونوه باش كنوصلوها للناس الجيران ديالنا والجيران ديال الجيران ديالنا وصحابنا والغيزو ديالنا كامل. ومن بعد كتطلق واحد الشجره كيف ما قلنا الحاله الثانيه هو كيحاول يستعملك انت كاداه باش يوصل لواحد السيد اللي ما يقدرش يوصل ليه ديريكتومون كيوصل ليه عن طريق انت اللي كتعطيه هذوك لي زانفورماسيون عليه. والثالث حاجه هو كيعرف بان عندك بزاف ديال الحوايج عندك الفلوس ولا عندك شي حاجه مهم كيحاول يدير معك واحد الشونطاج باش اون فوا يوصل ليه غادي يولي يهددك يدير لك تهديدات. داكور دونك حنا دابا هضرنا على لاطوال هضرنا على السيرفور فيسبوك لي جون كومون كيفاش كيتكونيكطاو لان دوك لي سيرفور كاينين في لو موند اونتي. عرفنا بان راه الناس ما مزيانينش راه كيدخلوا ليهم وكاينين ناس مزيانين باش نعرفوا حنا كيفاش نتعاملوا مع داك الانترنيت بان نحاولوا كيفاش نوصلوا مع دوك غير دوك الناس اللي مزيانين. وعرفنا بان شنو هما الادوات وشنو هما الاغراض ديال هاد لي سيبر كريمينال. من بعد دابا كنهضروا على الاداه جينيرالمون شنو كنستعملوا جينيرالمون في التليفون ديالنا واتساب فيسبوك سناب شات انستغرام لا بوات ميساجري كاين بزاف ديال الحوايج. دونك هاد الادوات اللي كنستعملوهم اول حاجه كنعطيهم بعض المعلومات الشخصيه ديالنا. يعني قبل ما نعطيو مثلا غادي ندخل هذاك لو كونت ديال الفيسبوك ديالي خصني نعرف ديجا شنو هو الغرض اللي غادي نتكونيكطا بهذا الفيسبوك. علاش؟ واش سولمون سيت ان بارطاج غير اونتر لو ريزو ديالي ديال لاكلاس ديالي ولا اتيتر بيبليسيتير يعني باش نعطي نتشهر ونزيد دي جون اللي ما كنعرفهمش ونحاول نبارطاجي معاهم الحياه ديالي وداكشي. يعني كل واحد
ديجا خصو يكون عارف الغرض ديالو علاش كيستعمل هذاك سناب شات ولا هذاك فيسبوك ولا هذاك لينكدين ولا هذوك لي زوت ريزو سوسيو ولا الانستغرام ولا لي زوت. الا كنت انا باغي ندير هذاك لو ريزو غير مع هذوك الناس ديالي ديال 10 الناس ولا 20 واحد ولا الناس ديال الجمعيه ديالي، اصلا خاصكم تعرفوا شنو هما المعلومات بعدا ديالي اللي خصني نحطهم في هذاك الفيسبوك. يعني هذاك الفيسبوك اللي كندخل ليه ولا الانستغرام ولا شي حاجه اخرى، راه ما كيفرضش عليا بان نعطيه جميع المعلومات الشخصيه ديالي، سميتي، كنيتي، لاج ديالي، فين كنخدم، لادريس ديالي، فين ساكن، فين هاد. يعني شنو الغرض؟ الغرض ديالي بان نتواصل مع الناس وهذوك الناس كيعرفوني. يعني علاش انا غادي نزيد شي حاجه اخرى اللي نحطها في هذاك لو سيرفور اللي كاين كيلكو بار اللي كيقدر يدخل ليه اي واحد، لي باش نتواصل مع دوك الناس اللي كيعرفوني اصلا شنو سميتي شنو كنيتي وكيعرف تصويرتي وكيعرفني شنو كندير. يعني خاصكم تحاولوا تحكموا في هذوك المعطيات ديالكم اللي كتحطوا في هذوك لي ريزو سوسيو. ثاني حاجه خاصكم تحاولوا تحكموا فيهم، الا حطيتوهم كيفاش تحكموا فيهم؟ كاينين دي ميزور في ولا كاينين في الانستغرام وفي فيسبوك كتقول هاد لا ليست ديال لي زامي ديالي ما عندها الحق حتى شي واحد يشوفها من برا باسكو يقدروا يستعملوا هذا الضي، نشوفها غير انا ولا نشوفها غير لي زامي ديالي، سميتي كنيتي فين كنقرا لادريس ديالي توسا اي اوسي في لي بوبليكاسيون. انا مسافر كنطاغي راسي راني مسافر، راني اجوردي كاين في الرباط مع الجمعيه، دوما انا داك في غدا غادي نكون في شي بلاصه اخرى. يعني هادوك يعني خص هذيك لي شوز لي بوبليكاسيون ديالي اللي كيكونوا في الانستغرام وفيسبوك خصنا نعرف نتحكموا فيهم غير الناس اللي كيعرفوهم. علاش كنهضروا على التحكم ديال المعطيات ديالنا؟ لان اون فوا هذوك لي دوني ديالنا معطيات شخصيه غادي نخرجوهم باش يولي البوبليك العالم كامل، يعني الناس المزيانين اللي هضرنا عليهم في العالم والناس الخايبين، هذوك الناس الخايبين غادي ياخذوهم ويقدروا يستعملوهم ضدنا. فهمتوني؟ يعني خصكم تحاولوا كيفاش تعطيو المعلومات الشخصيه وما تحاولوش تعطيو جميع المعلومات الشخصيه ديالكم. يعني فوتر بريفي سا ريست سا دو ايتر بريفي ولا في ديال انترنيت سي انترنيت يفو توجور سيباري. ما حنا ما كنعيشوش في انترنيت وانترنيت ما كتعيش لينا. يعني انترنيت خصنا نستعملوه كاداه باش كناخذوا بزاف ديال الحوايج. انا كنعقل على راسي شحال جي مون باك في 98 ملي كنا بغينا شي كور اللي ما كاينش ديال شي ايكول فرونسيز، كنمشيو للدرب غلاف البحيره ديال الدار البيضاء اي تو سا، كناخذوا كتاب ديال 20 درهم ولا 15 درهم باش كناخذوا اصعب امتحانات ديال الماتيماتيك باش كنحاولوا نخرجهم باش كنحضروا الامتحانات ديالنا. دابا عندكم فيسبوك، يعني تقدروا تواصلوا مع دكاتره، مع دي زانجينيور، مع دوطخ بيرسون اللي يقدروا يفيدوكم، ولكن يفيدوكم في النطاق هذيك الافاده. ولكن الا بغى حاجه اخرى باش ياخذها من عندكم ما تعطيهاش ليه، لان انت باغي غير باش يعطيك هذاك الكتاب، ما غاديش نعطيه انا فين ساكن وشنو كادير وشكون صحابي وفين كنقرا وفين هادي. يعني حاولوا كيفاش تحكموا في المعطيات ديالكم، لان هذاك هو السبب، هو هذاك الباب اللي كيدخلوا منه هذوك المجرمين الرقميين باش كيحاولوا يستعملوهم لاغراض سياسيه شخصيه ولا حاجه اخرى. ثاني حاجه كنهضروا على توسكيه واتساب. المهم اي حاجه كدور لي فيديو لي فيلم لي فوتو اي اوتر شوز سو واتساب. اول حاجه ولا ميم بور فيسبوك لو بارطاج، كونط اون بارل دو بارطاج راه بارطاج سور فيسبوك ولا سور واتساب، خاصكم تحكموا لا سورس ديال لافورماسيون. سي تري امبورطون باسكو الا ما عرفتوش هذيك لا سورس ديال لافورماسيون وعطيتوها انتما خرجتوها، راه كتخلقوا اشاعات وتقدر تقدر سميتها تعطي دير بزاف مشاكل، غير ميم مشاكل عائليه. الواحد مشى واحد الحفله، مشى واحد العرس، مشى شي حاجه، صور صاحبو كيشطح ولا شي حاجه، ولا تصور معاه ولا تصور موراه، من بعد دارها في فيسبوك ولا دارها في واتساب، صيفطها في واتساب، يقدر يخلق لي مشكل عائلي. يعني حاولوا انتم تشوفوا، يعني ميم يعني في التصاور ديالكم ولا شي حاجه خصكم تعرفوا فين كتصور ومع من كتصور وكيفاش تصيفط لافورماسيون. ولا كانت شي حاجه اللي ما كتخصكش خصك ا لا ريغور تاخذ الايد مع داك السيد واش عندي الحق نبارطاجيها، سينو راه ما يمكنش ليا سينو خصني نديرها لراسي باش ما يكون معايا حتى شي واحد باش نقدر نبارطاجيها. يعني حاولوا، وكاين دوطخ انفورماسيون كيف ما كنهضروا على لا سورس دانفورماسيون. يعني الا كانت شي خبر ديال شي حاجه وقعات ما نحاول ان نبارطاجيها فيسبوك
ولا في الواتساب ولا في حاجة أخرى حتى تعرف la source et l'origine. Ou la source et l'origine, c'est très simple à faire. Google, تقلب عليها. إلا كانوا les infos وكاين les sites ديال الجرائد الرئيسية اللي كاينين في المغرب وكاين في العالم بأنها وقعت تقدر تبارطاجيها ماشي مشكل. ولكن حتى واحد ما كيهضر عليها وانت كتشوفها وكتهضر عليها وكتصيفطها يعني بحال صيفطوا اشاعه اللي تقدر تخلق مشكل من بعد. كاين بعض الادوات الاخرين اللي كيستعملوا وهادو يعني وشكون اللي كيصوب شكون اللي كيخلق هاد لافورماسيون يعني مانون كلشي ولا جورناليست كلشي ولا عنده يوتيوب كلشي ولا عنده فيسبوك كلشي ولا بلوغر كلشي ولا كيكتب يعني اي واحد يقدر يدير فيديو في يوتيوب اي واحد يقدر يدير يوتيوب في فيديو ولا فوتو في الواتساب اي حاجه يقدر يدير شي حاجه ويقدر يبوبليها وعلى سكوند يقدر يعرفها 1000 واحد 2000 3000 دونك يعني ماشي اي واحد يقدر يعطي شي حاجه اللي عندها اون سورس فريمون ريل اكزاكت يعني فيت اتونسيون دو لا سورس دو لافورماسيون قبل ما تخرجوها عرفوا ليكزاكتيتود ديالها وكاين كيف ما هضرت لكم راه une simple petite recherche sur google.com راه تقدروا تعرفوا شنو واقع و اكزاكتومون واش لافورماسيون اللي ما كايناش كاين بعض الادوات الاخرين اللي يقدر هاد المجرمين الرقميين يقدروا يديروها مثلا يقدر ليزورباسيون ديدونتيتي يعني يقدر واحد يصيفط لك ايميل يسرق ليدونتيتي ديال هذاك عمك ولا صاحبك ولا الاستاذ ديالك يقول لك ولا ميم واحد خدام معاك في البنكه ولا شي حاجه يقول لك اعطيني راني خدام راني صاحبك اعطيني هاد لافورماسيون الله يخليك صيفطها ليا اون اورجونس في الميل ديالي يعني ديجا خصك تعرف في راسك بان شنو هما الحوايج اللي ما عندي الحق نصيفطهم وشنو هما الحوايج اللي ما عنديش الحق نصيفطهم هادوك الحوايج اللي ما نقدرش نصيفطهم اللي حس خص هذاك السيد يجي يتقدم قدامي ونشوفه باش نعطيه ليه بحال مثلا انا غادي نعيط للماروك تيليكوم نقول لهم بغيت ريزيلي لابونمون ديالي ولا بغيت ريزيلي انترنت ماروك تيليكوم ما غاديش تاخذ ديال لافورماسيون ديريكتومون يقدر شي واحد اللي يقدر يعيط لهم يقول لهم راه انا راه هو امين راه بغيت ريزيلي دونك يقول لي خصك تجي لعندنا سور بلاص تجيب لاكارت ناسيونال خصك تصني خصك بزاف ديال الحوايج دونك كاين بعض المعطيات اللي ما خصناش نعطيهم ديريكتومون في انترنت بحال مثلا كندرو على لي مود باس سي لا كلي ديال لابورت اون فوا عطينا المود باس عطيناهم كلشي لي مود باس لي نيميرو دو كارت بانك بحال واحد كيقول ليه راني عطيني هاد النيميرو دو كونط باش نشري ليك واحد الكتاب اللي كاين في لي ايتازوني ويت ليفر في لي ايتازوني عاد ابري غادي نجي الشهر الجاي المغرب وغادي نجيبو ليك معايا ما كنعطيش نيميرو دو كونط ني بار ميل ني بار داك دونك كاينين بعض المعلومات خطيرين اللي كي نو كونسيرن اللي ما خصناش نعطيهم في انترنت يعني خصكم تحضيو من يعني نتوما سي افو دو ميتريزي وتحكموا في الحوايج اللي كتعطيو انترنت ما كتامبوزيش عليكم ما كتفرضش عليكم اللي تعطيوها كلشي راه نتوما اللي خصكم تاخذوا منها اما نتوما ما خصكم تعطيو حتى شي حاجه يعني خصكم تحاولوا تبارطاجيو كو لي شوز كي سون نيسيسير زعما غير في لو ريزو ديالكم او ان ريزو فيرم وما يتبارطاجاش مع اي كلشي وكاينين بعض الحوايج اللي غادي تكلف على اللي تكلم عليهم السي مطال يعني بعض الحوايج اللي خصكم ديروهم بوغ رانفورسي هذوك لي سيستيم ديال لو تيليفون ديالكم والورديناتور لونتي فيروس اي لي زوتر سوليسيون اللي كيحاولوا يحميوكم يحميو من هذوك لي ميل اللي كيجيو اللي ما كنعرفوهمش نعد من باش كيبلوكيوهم هما اللي كيسميوهم لي زونتي سبام اي اوتر شوز وثالث حاجه فيت اتونسيون من لي لوجيسيال كراكي يعني دي لوجيسيال سون ليسونس حتى هادوك لي لوجيسيال كي سون ليسونس اللي كتشريوهم يعني ما كتشريش لا ليسونس ديالو يعني كيكون كراكي كيكون بيراتي كيكون ديفلوبي بار ان بيرات يعني ما غاديش نشري مثلا كيقول لك انا ما نشريش ويندوز ب لا ليسونس ب 1000 درهم انا غادي نمشي ل عند واحد المكان غادي نشري منه واحد السي دي ديال ويندوز بيراتي ب 5 دراهم وغادي نانستاليه هذا خطير علاش لان ملي كتانستالي هذاك الويندوز بيراتي اللي ماشي عنده اون ليسونس ولا شي اوتر لوجيسيال عنده اون ليسونس راه كتعطيه الفرصه لهذاك المجرم المعلوماتي اللي يقدر
اي وسيله يقدر ياكسيدي ا ديستونس من عنده فين كاين في العالم ما عرفناش فين كاين البي سي ديالك ويقدر ياخذ جميع المعلومات ديالك. علاش؟ لان هذوك لي سيستيم اللي كيكونوا بيراتي وكراكي ما كيامنوش المعلومات ديالكم اللي كاينين في التليفون واللي كاينين في الاورديناتور. يعني دابا خصكم تحضيو راسكم اي حاجه اللي بغيتو تشريوها شي لوجيسيال ولا شي حاجه خصكم تشريوها تكون اون ليسونس اوتنتيك اللي حيت هما علاش كتشري ديك لا ليسونس لان هذاك مايكروسوفت ولا سيمونتيك ولا اوتر ولا لي زوت اديتور ولا اوفيس ولا اندرويد ولا اللي عندهم دي لوجيسيال كي سون بيون اي اوتر جوز كي يل فو غارونتي باش يامنوا لك المعلومات ديالك باش حتى الا كانت اي ثغره في لي زورديناتور ديالكم هما كيتونجاجاو باش كيحاولوا يصلحوها باش هادوك لي سيبر كريمينال ما يدخلوش ليها وياخذوا دوك لي زانفورماسيون ديالكم. دونك غير باش نعطي اون بيتيت كونكلوزيون انترنت ماشي مزيانه 100% ماشي خايبه 100% كاينين ناس مزيانين خصنا نحاولوا نستغلوهم كاينين ناس خايبين خصنا نحضوا منهم. كيفاش نستغلوا انترنت؟ ديجا خصنا نعرفوا شنو هما المعلومات الشخصيه ديالنا اللي كنعطيهم في هذوك لي ريزو سوسيو وخصنا نتحكموا فيهم باش ماشي اي واحد يقدر ياخذهم. يعني كو هذوك لي بيرسون اللي هما عندهم الحق يشوفوني فين انا فين كاين دابا وشنو كنبارطاجي. حاجه اخرى ما خصناش نبارطاجيو دي دوني ولا دي زانفورماسيون في واتساب ولا في يوتيوب ولا في فيسبوك ولا في انستغرام الا ما كناش كنعرفوا ليكزاكتيتود لا سورس مناش واش حقيقيه هذيك لانفورماسيون قبل ما نصيفطها. او ابري لا دينيير شوز سي كو فيت اتونسيون ما تكومونيكيوش لي دوني سونسيبل ديالكم للناس اللي ما كيعرفوش اللي ما كتعرفوهمش وخاصهم حتى يكونوا قدامكم فيزيكمون بحال لي مود باس لي نيميرو دو كارت بانكير. اي اخر حاجه فيت اتونسيون لي لوجيسيال كراكي لان دوك لي لوجيسيال كراكي حتى هما كيكونوا بعض هما كيكونوا في بعض السبب باش الناس كيحاولوا يدخلوا يخترقوا الانظمه المعلوماتيه ولا لي زورنياتور ديالكم باش يحاولوا ياخذوا لكم لي زانفورماسيون ديالكم. و جو كرو كو سي تو. دونك سي vous avez j'espère que j'étais clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. ريهام نبيل أدرس بجمعية إبني مستوى السادس ابتدائي. سؤالي هو ما الهدف الحقيقي من خلق مواقع عديدة للتواصل الاجتماعي؟ question très intelligente. Les réseaux sociaux كيف ما سميناهم مواقع اجتماعية هما مواقع اللي كيخليونا نتواصلوا مع ناس اللي ماشي في البيريمتر ديالنا مثلا ماشي هنا في الرباط مي في العالم كامل باش كنحاولوا نديروا معاهم واحد لو بارطاج ديال لي زانفورماسيون يعني اون بو بارطاجي الثقافات ديالنا شي حاجه على الدين ديالنا مثلا انا تواصلت مع دي جون اللي كيقول لك ديما كيقارنوا اسلام تيوريست هادي من انت كتحاول كتقول لهم راه الاسلام راه ماشي هو هذاك. يعني الناس كتحاول تصحح لهم بعض الاخطاء ديالهم اللي مثلا كيقدروا يعتقدوها مثلا على الديانه يقدروا تعطي بارطاجي اوتر انفورماسيون هما لا كولتور جينيرال لي زيتود و بزاف ديال الحوايج. يعني مواقع التواصل الاجتماعي هما مواقع اللي كيخلينا كنتعرفوا مع الناس اللي ما كنعرفوهمش فيزيكمون مي دي جون بيانفيون اللي كيكونوا ساكنين دون لو موند. مثلا تكون عندك اون امي اللي ساكنه في سميتها في دون نابورتو في فرنسا في اي اوتر في اي دوله اللي تقدر تواصلي معاها يعني تصيفطي لها معلومات تصيفط لك معلومات في نطاق القرايه ديالك. دونك كاين يعني كاين بزاف ديال الفوائد ديال هاد المواقع الاجتماعيه. يعني كنحاولوا يصحوا لنا بعض الافكار ديالنا نصحوا لهم بعض الافكار ديالهم نحاولوا كيعاونونا باش الشخصيه ديالنا كتنفتح على العالم. لا كومونيكاسيون اوسي كنحاولوا كيفاش نتحاوروا معاهم لا كومونيكاسيون لي لونغ. مثلا انا ضعيف في اللغه الانجليزيه ولا في اسبانيا ولا شي حاجه بغيت ندخل مع كلكان دوتر اللي يقدر يعاونني نكومونيكي معاه نكتب معاه. يعني كاين بزاف ديال الحوايج اللي يقدروا المواقع الاجتماعيه يعاونونا فيهم. ولكن غير باش نقول لك هذوك المواقع الاجتماعيه راه مزيانين ولكن هذوك المواقع الاجتماعيه راه حتى هما اوسي راه كيخدموهم هذوك الناس كي سون اللي ما مزيانينش.
يعني خصنا نحضروا من هذوك الناس اللي ما مزيانينش بزاف ديال الحوايج اللي خصنا بزاف ديال لي تكنيك باش ما نقدروش نعطيهم بعض المعلومات زياوننا باش يقدروا يخدموهم لغرض شخص لغرض شخصي ديالهم ضدي. دونك يعني خصكم حاولوا تفرقوا ما بين لي دو شوز. مي كاين الجانب الايجابي بيان سور هو تبادل الثقافات والكفاءات. Bonjour. Bonjour, Hafid Mouzdahir, étudiant en deuxième année BAC, association IBNI, filière sciences. Disons que chaque problème a des solutions. À votre avis, monsieur, quelles sont les solutions trouvées pour éviter les dangers de l'utilisation de l'Internet? Quand vous savez que de nos jours, il est impossible de se dépasser de l'Internet. D'accord. Quand on a les dangers d'Internet. Parce que ça vous déjà une première chose, le risque zéro n'existe pas. Il y a toujours un risque. Yani, les experts qui ont une la sécurité informatique, ils sont pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. On peut se faire piéger n'importe comment et n'importe où et par n'importe qui. Yani, qui juge Jawani. La cybercriminalité, déjà, première chose, déjà, خصكم تستعملوا كنهضروا على ليجيان انفورماتيك. ليجيان انفورماتيك هو واحد مجموعه من 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 التصرفات ولا انسومبل دو كومبورتمون اللي خصنا كيفاش نتعاملوا مع داك لورنياتور. كيف ما كنقول لكم لوجيسيال ما خصوش يكون كراكي, خص يكون عندي اونتي فيروس, خص يكون عندي مون باس كي تري فور, خاص يكون عندي تكون عندي لا سوفغارد اللي غادي يتكلم عليهم السي بن طالب. دونك خاص يكون بزاف ديال لي سوليسيون تكنيك اللي خاصكم ديرهم في هذاك الاورديناتور باش تحاولوا هو بور رانفورسي اي سيكوريزي هذوك لي دوني اللي عندكم. هذه لا بروميير دو شوز. والجانب الثاني هو الجانب ديال التصرفات ديال لاسبي كومبورتمونتال. انت كيفاش كتستعمل هذوك الادوات؟ دونك وباش تعرف هاد القضيه خصك تكون بلوس دو سونسيبيليزاسيون, خصك تعرف ديجا شنو هما لي ريسك. خصك دير اصلا تاخذ وتكون عندك واحد لا ميثودولوجي ريسك. شنو هو لو ريسك الا عطيت لي زانفورماسيون ديالو لي بيرسونيل هذاك الانسان شنو يقدر يدير بهم ولاي غرض. شنو هو لو ريسك الا لي دوني ما درتش لهم لا سوفغارد. شنو هو لو ريسك الا ما درتش مود باس ديال 8 ديال لي كاركتر وما بدلتوش. فهمتيني؟ دونك كاين بزاف ديال التصرفات اللي انت خاصك تادوبتيهم باش تقدر انت كيفاش تتصرف مع دوك. شنو هو كيف ما هضرتي من توتالور ديال لو بارطاج ديال لي دوني, يعني كيفاش نبارطاجيو مع من وشكون اللي يشوفهم. دونك كاينين بزاف ديال الحوايج. كاين الكوتي تكنيك, يعني خاصك دير بزاف ديال الحوايج تكنيكمون في لورديناتور ديالك. وكاين حوايج اللي عندها علاقه بالتصرفات ديالك اللي عندها علاقه مع لورديناتور ومع لي ريزو سوسيو اللي خاصك انت تحاول تنقص منهم وتعطي لانفورماسيون كو بور ان بيزوان بور ان بيزوان سبيسيفيك ماشي بور تو لي بيزوان. سي محمد امين سعد بارك الله عليك, زافي ريسبكتي لو تايمينغ, كلشي كان في امان الله. وليدات باقي عندنا ان شاء الله النهار كامل ان شاء الله اليوم, لان عندي واحد المفاجاه لكم توصلت بها البارح, هو ان سي معنا سي زكريا حضر. سي زكريا دينيا اللي هو تبارك الله عليه واحد رسام, تنظن راك شفتوا الرسم ديالو. دونك ان شاء الله غيعطيكم لي باز باش ان شاء الله تنتوما واحد النهار غتوليو ديروا بحال هاد الرسومات هادو ان شاء الله, وغنستافدوا ان شاء الله هاد العشيه هادي. دونك من بعد وجبه الغداء ان شاء الله غادي نتلاقاو, عندنا واحد ساعه ونص تقريبا. وعندنا هاد النهار عاوتاني معنا السي فضلي النهار كامل, والسي محمد بن يوسف, السي يوسف بن طالب. الاسئله كاع اللي بغيتوا تقولوها مرحبا, غنكونوا واحد بواحد ومستعدين جاوا الاسئله ديالكم كاملين ان شاء الله. اليوم النهار ديالكم ان شاء الله.